والآن نتابع آخر توقعات الحالة الجوية مع مريان أبزار. مساء الخير مريان. مساء الخير مهند. مساء الخير. نهار اليوم ارتفعت درجات الحرارة وكانت الأجواء صيفية في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ووصلت العظمى في عمان 30 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق وبتوصل درجة الحرارة 19 درجة، أما رطوبة 61% والرياح شمالية غربية. غدا بتكون الأجواء صيفية نهارا ومائلة للبرودة ليلا، وبتوصل درجة الحرارة بالنهار 30 وبتنخفض بالليل 20 درجة. يومي الاثنين والثلاثاء كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة وارتفاع على درجات الحرارة في أغلب المناطق، بتوصل درجة الحرارة بالنهار 33 وبالليل 23 درجة. بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى ليوم غد في باقي مناطق المملكة. بتسجل درجات الحرارة في إربد 21 وغدا 32، عجلون أجواء صافية 18 وغدا 31، جرش 20 وغدا 33 وأجواء صيفية. في المفرق 19 وغدا 33، الزرقاء أجواء صافية 20 وغدا 33. بتسجل درجات الحرارة في السلط 19 وغدا 30، مادبة أجواء صافية 19 وغدا 29، مطار ملك علياء 18 وغدا 33 وأجواء صيفية. البحر الميت 28 وغدا أجواء حارة 39، الطفيلة 18 وغدا 29، الكرك أجواء صافية 20 وغدا 31 درجة. في معان أجواء صافية 22 وغدا 35، في العقبة بتسجل درجات الحرارة 28 وغدا 39 نهاية برويشد، أجواء صافية 23 وغدا 38. إذن ملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة: ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة وكتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة. وإلى أخبار الطقس والمناخ عالميا، ففي المغرب لقي شخص حتفه في حرائق التهمت مناطق غابات نائية في شمال المغرب. كما أسفرت الحرائق المندلعة منذ الأربعاء الماضي عن إجلاء نحو 1000 عائلة ودمار ما لا يقل عن 1600 هكتار من الغابات. وتسببت الرياح الحارة وموجة حرب الانتشار السريع للحرائق، مما أدى إلى احتراق نحو 70 منزلا ونفوق أعداد من الماشية. وإلى أوروبا، حيث تشهد مناطق واسعة غرب القارة العجوز موجة حر شديدة تسببت في اندلاع حرائق غابات مدمرة من البرتغال إلى اليونان مروراً بإسبانيا وفرنسا. ننتقل لدرجات الحرارة في مدن ودول حول العالم. وصلنا لنهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، عودة إليك مهند. شكرا مريان.